أنه الرابطة اليوم أصبحت يعني وجود ديالها ضروري، يعني في السنوات الأخيرة لاحظنا أنه كان ربما غياب وتهميش مجموعة ديال الجهات من المغرب، وبالتالي كانوا المدربين ما كانش عندهم يعني كان ما كانش اللي يدافع عليهم، ما كانش اللي يتواصل معاهم، ما كانش اللي يدعمهم، وبالتالي كانت مجموعه ديال المدربين يعني في شمال المغرب وجنوبه يعني ما عندهاش مع من تواصل وما عندهاش جمعيه اللي تدافع عليها، وبالتالي من اجل هذا خلقت هذه الرابطه باش تكون صوت ديال هذوك المبعدين والمقصيين والمهمشين، وبالتالي كذلك الدافع على حقوقهم من جهه في التكوين، لانه لاحظنا على انه التكوين خصو يشمل الجميع، وان حق التكوين دستوري بحال اللي قال الاخ قبيله، وبالتالي هذا من جهه، كذلك الحق في المعادله ديال الشواهد بالنسبه للمدربين اللي حرزوا عليها في خارج المغرب، وكذلك الحق في الشغل اذا كان عنده الامكانيات وعنده الشواهد وعنده في استطاعته باش ياخذ واحد المنصب، يعني خص هذاك المناصب الدرع عليها بحال ما هو معموم به في الوظيفه العموميه، يعني تكون مسابقات، يكون سيره ذاتيه، يكون واحد لونتروتيان، وبالتالي تختار هذاك المدرب ما يجيش بمظله، وبالتالي وهذو من الاشياء اللي لاحظناهم واللي ربما الرابطه غتكون حريصه جدا باش يطبق هذا الشيء، وبغينا نكونوا كذلك مؤسسه، يعني اننا ماشي ما تنعملوش بطريقه فرديه، يعني بطريقه جماعيه، بطريقه تشاركيه، بطريقه تشاوريه، وبغينا كذلك جات هذه المرحله يعني مهمه جدا في تاريخ المغرب وتاريخ كره القدم المغربيه، يعني الان غيكون واحد التغيير كبير جدا خصوصا بعد تغيير الاداره التقنيه، وتنظن مع تواجد دابا المنشات في المعموره، فتنظن انه الان هذه هي المرحله ديال الاقلاع اللي غتعرفها كره القدم الوطنيه، وخصنا حنا نكونوا يعني جاهزين لهذه المرحله هذه، وتنظن انتم صحفيين سبقتونا، يعني هناك رابطه ديال الصحفيين وكذلك الجمعيه المغربيه للصحافه الرياضيه، وهذا ما نقش بالعكس هذا زاد من القوه ديال الصحافه، يعني ملي تيكونوا جوج جمعيات يعني راه بالعكس هذا غيكون واحد المنافسه شريفه، واننا غنتنافسوا بعضياتنا وغنبداو نعطيو مقترحات وغنحاولوا باش نضغطوا على المسؤولين على الجامعه على الاداره التقنيه ويعني جماعه، وبالتالي تنظن انه ظاهره صحيه باش يكونوا جوج ولا حتى ثلاثه ديال الجمعيات.